يا ربي كل يومي قبل يومي يا لزمة قشر انت مالكش ماسل يا عنيا. فيديو اغلى حاجة في الكاميرا. طب مساء العطس، ممكن بقى تبعتلي رقم الواتس؟ بنت انت شمامة قوي بجد بجد، انت شمامة وفيديوهاتك كلها شمامة، شبهك يا شمامة. مساء العطس ممكن ما تبطلي زرت يا شمامة. قررت في الفيديو ده معاكم نقلع الهدوم. هنقلع الهدوم؟ انت مستني ايه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اقلع الهدوم عشان خاطرك؟ والله يا سيد انت اللي قلت انا هقلع هدومي في الفيديو. انت اللي قلت يا ابو السيد مش احنا. وبعدين يا سيد انت قلعت زي ما قلعت، مش تفرق اي حاجة، عادي كتك شق بطنك برضو عطلنا مراتك راحت مع ده ولا مع ده ولا بعدها، عادي هتفرق في ايه يا عم؟ انتوا اصلا مجتمع ابن كده. انا دخلت جوجل ودورت على اليوتيوب ودورت في فيديوهات الدنيا والاخره وما سبتش حته الا لما كتبت فيها فوائد شريط اللحام للصدر. مش فاهم ايه فايدة اللي انت بتعمليه ده. يعني انا اللي اعرفه ان شريط اللحام ده اروح لفه على حتة سلك عريان، انما مش صدر عريان. بنتي كل شوية اقفشك في حتة، يعني مرة مع بابسي ومرة مع روكي. انت ايه بالظبط؟ بحبهم يا اخي، بحبهم اكتر مني. معشقك. انا بكره غرف داهية. ولا ده انت قفص قوي، يلا ده انت قفص قفص اللي هو بنشيل فيه الحمام بنوديه في سوق الجمعة. يا عيلة قفص. حبيبتي هو انا لو مت هتتجوزي غيري؟ ايه؟ هتعيشوا في بيتي؟ ايه؟ وهتنيميه على سريري؟ ايه هنام على سريرك؟ وهتلبسيه كمان هدومي؟ لا 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 تخاف، هو اضعف منك. اه على السرير برضه. يا قفص. وانا كل يوم اطلع الاقيكي لابسه كده واقفه كده؟ كل يوم بغير عشان اصور صور جديده. عندك مانع؟ اه عندي مانع. ايه المانع؟ هو ده لبس مصيف؟ اه ده لبس مصيف. طب ما فيش مروح في البسين ولا البحر؟ انا مش رايحه ولا بسين ولا بحر، رايحه اصور اصلا. ماشي خلاص، يبقى صوري وخش على البيت بقى على طول. ماشي ان شاء الله. خلاص ما ترديش كتير بقى. ها يلا يا بنت اسرحي. يا حمش يا حمش يا ابن الحمش، الوليه بتشخ على نفسها من الرعب. يا واحنا الرجاله هنا ماسكه الكشاكيل والورقه والقلم وعماله تكتب في الدروس المستفاده. يا راجل هي مقفصه.